بحسب آخر بيانات اليونيسف، تسبب وجود أكثر من 3 ملايين حالة مؤكدة من كوفيد-19 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تسبب في اضطراب حياة ملايين الأطفال في هذه المنطقة. ليفاقم الوباء من الأثار المترتبة على رفاهية الأطفال وتغذيتهم وصحتهم النفسية ومستقبل التعليم عن كل هذه التحديات، تنضم إلينا من القدس لوتشيا إلمي للحديث عن هذا الموضوع، وهي الممثلة الخاصة لليونيسيف في فلسطين. صباح الخير. طاب صباحكم. مرحبا سيدة إلمي، هل بالفعل حصل أو تسبب كوفيد-19 في إحداث أزمة بالنسبة للأطفال؟ إذن كوفيد-19 لها آثار كبيرة جدا على الأطفال وعالميا بما في ذلك دولة فلسطين. إذن الأطفال، المجتمعات أثرت فيما يتعلق بالتعليم وكذلك الصحة النفسية، بالإضافة إلى جوانب أخرى تتعلق بالوصول إلى الخدمات الأساسية. إذن الأطفال توقفوا عن الذهاب إلى المدارس بسبب إغلاق المدارس، وكان لابد أن يتكيفوا على طرق جديدة في التعلم. إذن ما يقارب 40% من الأطفال ليس لديهم نفاذ للتعليم الرسمي بسبب نقص في معدات تكنولوجيا المعلومات وما إلى ذلك من الأمور الأخرى. لكن عندما يتعلق الأمر بفلسطين فإن النسبة تصل إلى 50% فيما يتعلق الأمر بالنفاذ إلى التعليم الرسمي. عندما يتعلق الأمر بالصحة النفسية هناك زيادة من حيث الطلب فيما يتعلق الأمر بالخدمات النفسية والاجتماعية وكذلك الدعم النفسي بسبب التحديات التي يواجهها الأطفال من حيث القدرة على التفاعل وكذلك أن يحظوا بحياة طبيعية. هناك آثار أخرى سلبية تتعلق بهذه الأزمة، وهي تتعلق بالوصول إلى الخدمات الاجتماعية وبسبب الضغوط الموجودة على هذه الخدمات المختلفة، فإن بعض هذه الخدمات مثل التطعيم أو الخدمات الروتينية ليست متاحة بالنسبة للأطفال، وهذا قد تكون له آثاره متوسطة المدى وكذلك طوالة المدى وكذلك تؤثر على قدرتهم فيما يخص التعلم. كل هذه الآثار، إذن كيف نستطيع يتم توفير الاحتياجات الأساسية للأطفال في ظل هذه الظروف الراهنة؟ إذن اليوم ويوم العالمي للطفل يذكرنا بأهمية الإيفاء بحقوق الأطفال في كل مكان، في كل دولة، في كل جهة، بغض النظر عن الظروف. إذن لابد للدول أن تفهم، على الرغم من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، وعندما نأخذ كذلك بنظر الاعتبار الآثار التي ترتبت عن هذه الجائحة بما في ذلك الآثار على الاقتصاد، فإن حقوق الطفل لابد أن يتم دائما الإيفاء بها. لابد أن نحدد أولويات فيما يتعلق الأمر بالموارد المخصصة للأطفال، لأنه لابد أن يكون هناك استثمار فيما يخص الصحة والتعليم وحماية هذه الحقوق. لابد أن يتم هناك حفاظ عليها بغض النظر عن الظروف الموجودة. إذن نصيحتي بالنسبة للحكومات التي تعاني من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، لابد أن نستمع على الأطفال، لابد أن نستمع لأطفالنا، نستمع لأفكارهم، لأحلامهم، حتى نتمكن من الإيفاء بتحقيق حقوقهم. الأطفال والشباب لابد أن تتم استشارتهم عندما يتعلق الأمر بالقرارات المهمة التي يتخذها العالم، عندما يتعلق الأمر بإدارة هذه الأزمة. نستمع إلى الأطفال، لابد أن نتأكد من أنهم معنا على الطاولة لمناقشة القضايا المختلفة في زمن الأزمة هذه. طيب، في هذه الفترة الحرجة، ما هي المسؤولية التي تقع على عاتق اليونيسف حيال هؤلاء الأطفال الذين أشرت إليهم قبل قليل، وما هي آلية عملها؟ يونيسف
اليونيسف كما هو الشأن بالنسبة للوكالات الأممية الأخرى لابد أن تكيف طريقة عملها. إذن يونيسف تعمل على الأرض بما في ذلك في دولة فلسطين. إذن أولا لابد أن نحمي موظفينا، لابد أن نتأكد أن هناك تدابير للحماية موجودة بالنسبة للموظفين حتى يتسنى لهم للاستجابة للأزمات ودعم الأطفال. لابد كذلك أن نعمل مع الشركاء، أن نتفاعل، أن نعمل في الميدان، لكن الأولويات كانت دائما واضحة منذ البداية. نحن هنا للتأكد من أن كل طفل هو آمن، يتمتع بصحة جيدة، كل طفل له نفاد لطريقة ما من التعلم، وتتم حمايته من العنف والاستغلال أو الإهمال. الأولويات هي أولويات واضحة، واليوم أكثر من أي زمن ماض فإن الطلب على حضور اليونيسف والطلب على خدماتنا هي أكبر من أي زمن ولا، لأننا نحاول دائما أن نتأكد من أن الأطفال لا يتسربون من المدارس وأن تتم حمايتهم، وحتى يتم التأكد من أن الطفل يساهم في الحل. في دولة فلسطين لقد قمنا بتنظيم هاكاثون، وذلك من أجل حل الأزمات، وجدنا أن هناك آلاف الأطفال والشباب الذين تقدموا وعرضوا أفكارهم حتى نتوصل إلى بعض الحلول المرتبطة بهذه الأزمة التي نعيشها الآن. إذن لوتشيا إلمي الممثلة الخاصة لليونيسف في فلسطين كانت معنا من الخوز، شكرا جزيلا لك وطاب يومك. إذن بعد الفاصل مشاهدي